كان متواجد في المران الختامي قبل مواجهة الترجي. دي دايما لقطة بنعتاد عليها أو تعودنا عليها من الكابتن محمود الخطيب، مش قبل مباراة الترجي النهاردة بس، لا كان في مباراة أيضا سان داونز، وأيضا كان السوبر الأفريقي، في مباراة هناك المباراة الأولى أمام الترجي التونسي في تونس، وشفنا استقبال كبير جدا من جانب اللي هناك رئيس النادي الأستاذ حمدي المقدم رئيس الترجي التونسي، والنهارده برضو النادي الأهلي أو امبارح بيستقبل الأستاذ حمدي المقدم، وده برضو العلاقات ما بين الأهلي والترجي دايما علاقات ممتازة بين أشقائنا في تونس، ودي لقطة الكابتن محمود الخطيب ومساندة كبيرة للاعبي النادي الأهلي وأيضا لمستر موسيماني. موسيماني ان شاء الله بتمنى له كل التوفيق انه يدير اللقاء بكره بشكل زي ما اداره في المباراه الاولى، ويكون موفق ان شاء الله في التشكيله اللي هيبتدي بيها المباراه وايضا في التغييرات. ده كان الخبر الاول. ايضا معانا خبر ثاني، الاهلي يرتدي الزي التقليدي في مباراه الترجي بكره. النادي الاهلي ان شاء الله